وهؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه، جهمية، معتزلة، شاعرة وغيرهم، لأنهم توهموا إيش؟ توهموا أننا إذا أثبتنا هذه الصفات أننا نمثل الله بخلقه. طيب أنت أعلم من الله جل وعلا بنفسه، وأعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وهو جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت لنفسه السمع والبصر فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فما أشرح صدر المتبع بهذه الأسماء والصفات، وما أضيق صدر المبتدع بنصوص القرآن والسنة، حتى صرح بعضهم قال وددت أني أحب هذه الآية من المصحف، وكلم الله موسى تكليما، يقول وددت أني أحبها من المصحف. نشبه الله، نمثل الله، أنت أعلم من الله جل وعلا. هذا حقيقة، يكذبون كلام الله جل وعلا، يكذبون الله سبحانه وتعالى. ومن آخر ما سمعت وينقل عن أئمة من أئمتهم أنهم يقولون أن ظواهر النصوص، اعتقاد ظواهر النصوص الظاهر من النص كفر. كونك تعتقد صدق ما ظهر لك من النص مما تفهمه مباشرة هذا كفر، لأن فيه تمثيل الله جل وعلا بخلقه. هذا الضلال البعيد، معناه أن الله جل وعلا لم ينزل علينا هدى، الذي قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، نور القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فأهل السنة المتبعون لا ينفون عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا يمثلون الله جل وعلا بخلقه، فيؤمنون بها كما جاءت.